احنا بنحتفل بذكرى يعني اعتقد لها عمق وليها يعني مردود على كل العالم العربي وليس جمهورية مصر العربية فقط، لانها كانت استعادة العزة والكرامة المصرية والعربية في نفس الوقت، والتأكيد على ان مصر دائما ابدا لن تنسى حقها وما ضاع حق وراءه مطالب. احنا في شهر مارس دلوقتي، وشهر مارس يعني متزامن مع شهر رمضان، والاثنين يعني حظوا بكثير من الاحداث او المجريات اللي كانت ليها بصمه في التاريخ المصري. يعني احنا عندنا 9 مارس يوم الشهيد، عندنا 19 مارس امبارح كان استعاده طابه وتحرير كامل الارض المصريه اللي جت على كنتيجه ايجابيه او كنتيجه حتميه لانتصار 73 او اكتوبر 93 او رمضان 93. فانا عايز اقول هنا في ايه ترابط بين التزامن وتواكب للاحداث الايجابيه والاعياد القوميه والدينيه المتناسبه مع بعضها في ظل يعني احتفلنا بشهر رمضان، وفي نفس الوقت نحتفل ب10 رمضان، نحتفل ايضا بتحرير طابه، ونحتفل ايضا بيوم الشهيد، كل ده في فتره وجيزه لا تتعدى ال10 ايام. بكل تاكيد سياده اللواء، لكن يمكن احنا بالنسبه لنا يمكن حرب اكتوبر الحقيقه من اعظم الانتصارات مش بس المصريه زي ما حضرتك قلت، لكن ايضا العربيه. لكن دلاله اختيار ايضا تاريخ العاشر من رمضان ليه دلاله قويه، يعني احنا بكل تاكيد اختيار التاريخ نعلم انه كان له خطه وكان له استراتيجيه وكان ليه عوامل معينه لاختياره، لكن كمان اختيار يوم العاشر من رمضان تحديدا شهر رمضان المعروف ان الامه الاسلاميه كلها تبقى صايمه فيه، وبيعتبر ان من الايام اللي بتبقى شويه ممكن يكون القوه البدنيه والجسمانيه بالزبط. فيه قليله بالزبط. وبيبقى يعني الظروف نفسها بتبقى اكتر مختلفه عن الايام العاديه. شوف حضرتك، اولا هو اختيار شهر رمضان تواكب مع 6 اكتوبر والاثنين في نفس او يعني 10 رمضان مع شهر اكتوبر. الشهر ده ليه طبيعه جغرافيه معينه، زائد اضافه الى ان يعني بتدي بعد في اطار خطه الخداع الاستراتيجي ان العدو ما يعتقدش انك في شهر رمضان هتحارب. فدي جزئيه ايضا مرتبطه بالعوامل الجغرافيه والعوامل البيئيه والعوامل الدينيه ايضا. ما هناك يعني تواكب او تزامن او تجانس بين علاقات مختلفه ادت الى هذا النصر المبهر، زي حضرتك قلت في بدايه كلامك ان ده نصر اذهل للعالم، بل وهو يحتفل به العالم العربي كله. وبالمناسبه يعني في اطار خطه الخداع واختيار هذه الايام حدثت المفاجاه، والمفاجاه دي مقرونه بالقوات المسلحه المصريه. يعني احد عناصر القتال ومن حشد وعوامل كثيره جدا من ضمنها المفاجاه دي مقرونه بالقوات المسلحه المصريه، لانها فعلا برعت في انها تحدث المفاجاه، وبالتالي تحقق النصر. اللي بيحقق المفاجاه وبيكسب الارض اولا ويباغت بالهجوم هو اللي بيبقى منتصر، بيحقق انتصار. وده اللي حدث بالفعل، لان احنا تغلبنا على تحديات كثيره جدا جدا ارتباطا بتحديد التوقيت وحتى الساعه 2 الظهر. يعني 2 الظهر دي استحاله الصايم بيجهز فطاره عشان يفطر، التوقيت ده جرت العاده على ان الحروب يا في اول ضوء يا في اخر ضوء. بالظبط. انما اما اجي في نص النهار كده واعمل حرب، فده دلاله على ان انا لا كان شيء غير متوقع. بالظبط. المفاجاه اللي ترجمت كلمه المفاجاه واللي حققت في اطارها خطه الخداع. خطه الخداع في اعداد متطلبات الحرب دي كانت ملحمه في حد ذاتها، ثم بعد ذلك اختيار التوقيت ودلالته ملحمه في حد ذاتها. صحيح. القياسات القياسات الجغرافيه والطبوغرافيه لطبيعه القناه والمياه والبد والجزر وحركه القمر والشمس كل ده كحسابات فلكيه طبعا. قدرت تضفي على الانتصار ابهار. صحيح. وكانت النتيجه الشمس تبقى في الشوم بالظبط يعني بالزبط. فكل ده كان مترجم يعني محسوب حسابات دقيقه. ده دلاله على ان المخطط البارع اللي خطط لهذا التوقيت واختاره من المصريين ذا عقيده قتاليه راسخه تؤكد على ان النصر او الشهاده هي دي اللي جواه.